للحديث إذن عن استمرار الجمود في المشهد اليمني والاتهامات لإيران بتعطيل الحل السياسي في اليمن، معنا من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي، مرحبا بك. إذن كيف تفسر قلة الاهتمام الدولي حاليا للأزمة في اليمن على الرغم من ارتباطها بشكل وثيق بإيران وميليشياتها؟ تحية لك أخي العزيز والمشاهدين، وأنت هذه الفرصة لأهنئ الشعب اليمني بنحر الإمامة بثورة الذكرى 59 لثورة 26 سبتمبر التي أنهت حكم الكهنوت الإمامي قبل أن يعود مجددا اليوم بنسخته الفوذية الفاشية. ما يتعلق بالمشهد اليمني، أنا لا أتصور أن هناك جمود في المشهد اليمني على المستوى الدولي، هناك حراك، لكنه للأسف أيضا هذا الحراك يسعى لإنهاء الحرب في اليمن، لكنه مرة أخرى لا يجد الرؤية الواضحة لجذور المشكلة اليمنية ويذهب باتجاه النظر إلى الظواهر، يعني إلى عرض المشكلة، ولا يذهب إلى جوهر المشكلة اليمنية المتمثلة في انقلاب ميليشيا الحوثي وفي ثقافتها العنصرية والاستعلائية وفي عنفها وجرائمها بحق اليمنيين. اليوم هناك مساعي دولية تبذل لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، لكن هذه الميليشيا مرة أخرى تكشف للعالم وتؤكد أنها عازفة وغير راغبة في الانخراط في أي جهود لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين التي تسببت بها. ناهيك عن ذلك أيضا أن ميليشيا الحوثية لا تملك إرادتها، هي إرادة إيرانية بامتياز وتمثل أحد أذرع المشروع الإيراني في المنطقة. وقبل أيام كنا يعني نسمع لتصريحات أحد المسؤولين الإيرانيين يتحدث عن أن ميليشيا الحوثيين هي أحد الجيوش التابعة لإيران في المنطقة، وأن من يريد أن يصل إلى إيران عليه أن يعبر من خلال هذه الجيوش. وبالتالي الحوثيون هم إرادة إيرانية بامتياز، ولا يبدو أن إيران جادة في تحقيق السلام وإنهاء تدخلاتها في شؤون المنطقة. نعم، في هذا السياق السيد محمد، يعني مع تأكيد وزير الخارجية اليمني أحمد داود بن مبارك أن مشروع ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران يهدف إلى السيطرة على المنطقة ليس على اليمن فحسب، إلى أي مدى يعني بات مطلوبا إعادة تشكيل مشروع جديد يواجه المشروع اليمني من دول جوار اليمن وهي هذه الدول المتضرر الأكبر مما يحصل؟ دول المحيط لليمن للأسف الشديد كان أمامها فرصة سانحة، أهدفت فرصة طوال السنوات السبع الماضية من عمر هذه الحرب في اليمن، تدخلت لإعادة الشرعية وإنهاء مشروع الحوثي، لكنها ذهبت باتجاه أجندة ومطامع أخرى للأسف أضرت بمعركة اليمنيين وساهمت في إطالة أمد الصراع في هذه البلاد وزيادة المعاناة، وفي نفس الوقت مكنت ميليشيا الحوثيين من توطين مشروعها ومن زيادة خطرها على حتى المحيط الإقليمي نفسه. يوم الميليشيا الحوثية ترسل صواريخها وطائرة في عمق الأراضي السعودية، بينما قبل سبع سنوات لم يكن بمقدور الميليشيا الحوثية القيام بهذه الهجمات، كانت أقل مما هي عليه اليوم على الناحية العسكرية. ما السبب في ذلك؟ هو عدم إدراك هذه الدول للأسف خطر وأنها لا يزال بإمكانها الدخول في مفاوضات أو في اتفاقات مع الميليشيا الحوثية. هناك من يرى في المحيط الإقليمي أنه بإمكانه محاولة فك ارتباط ميليشيا الحوثيين بإيران، وأعتقد أن هذا نعم الخيال ولا يمكن أن يتحقق. سيد محمد، ماذا عن مأرب؟ يعني إلى أي مدى تستطيع الحكومة الشرعية الوقوف في وجه مشروع ميليشيا الحوثي هناك؟ ما يحدث في مأرب هو صمود أبناء مأرب وقوات الجيش الوطني، وليس بفعل الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية عاجزة وفاشلة وغير قادرة للأسف حتى على دعم صمود أبناء مأرب والموجودين في مأرب وقوات الجيش في مأرب. ما يحدث في مأرب هو نضال وطني ذاتي بإمكانيات محدودة في ظل خذلان للشرعية وعجزها وفشلها في دعم صمود محافظة مأرب والموجودين في محافظة مأرب. تتعرض هذه المحافظة لهجمات عنيفة من ميليشيا الحوثيين على مدى سنوات، ولكن تصاعدت وتيرتان بمطلع العام الجاري، وبالتالي الحكومة الشرعية يجب عليها أن تتحرك للاستمرار في دعم هذه واستدراك ما فات من الوقت في خذلان ميليشيا، يجب عليها أن تتحرك
تعويض هذا العجز ودعم ابناء مأرب في صد هجمات الحوثيين، لان مأرب تمثل اليوم هي اخر معاقل حقيقيه للحكومه وجود الدوله. نعم سقطت مأرب، ولا اعتقد انها ستسقط، لانه ما يحدث في مأرب هو استبدال وصمود اسطوري في مواجهه الحرب والعنف. هاتفيا من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الاحمدي، شكرا جزيلا لك.